نتواصل مع أستاذ يعرب خيربك الإعلام السوري من ريف حماة. أهلا بك أستاذ يعرب. كنا نتحدث في بداية الاتصال بك في المرة الأولى عن قراءتكم لأحداث الرقة، هل هناك تفاصيل جديدة أستاذ يعرب بالنسبة للمصابين؟ حتى الآن القتلى 10 أشخاص. نعم، بداية تحية لكم ولجميع مشاهديكم. عمليا هذه العملية هي العملية رقم 47 خلال 8 أشهر الأخيرة منذ الشهر العاشر الماضي، الذي انطلق في ما يسمى الآن مقاومة ضد الوجود الأمريكي أو الوجود التركي، أفضل وجود أسد في مدينة الرقة. هذه العمليات عمليات مدروسة، ليست وزارة أوهام متروكة أو غيره، هذه العمليات عمليات مدروسة. هذه تأتي بعد أكثر من 21 قيادي من قسد تم اغتيالهم خلال 8 أشهر الماضية، وأنا أتابع هذه القضية بشكل دائم. عمليا هناك عناصر كبيرة من داعش هربوا، وعندما يعني عملية الهجوم على آخر مواقف 11 الأخيرة منذ أشهر كانت قد تمت بعملية فتح مكان لهروب عدد كبير من هؤلاء المسلحين، يعني كان الحديث عن 4000 مسلح، وفجأة كان بعد أيام قليلة وإعلان المعركة النهائية كان الحديث عن 1500، بالتالي هناك 2500 مسلح حربوا بطريقه معينه. هناك من يتحدث عن صفقات، من يتحدث عن بيع، ومن هذا التاخير كان اخراج عائله لمسلح داعش عليهم معاينهم يكلف بحدود 100,000 دولار الى 50,000 دولار، كانت تغرضها قيادات قسد لتهريبهم. لذلك هناك فوضى الرقه، هناك حاله تهجير لاهالي وسكان الرقه، بالتالي الرقه تعاني اولا عدم وجود محيط سكاني حقيقي بسبب أهلها. ثانيا حالة فوضى كبيرة ودمار كامل في المدينة. ثالثا عدم وجود سيطرة حقيقية وخصوصا على الأجزاء المحيطة بالمدينة، ونحن رأينا أنه في الشهر التاسع من العام الماضي كان هناك أكبر مظاهرة داخل مدينة الرقة ضد تواجد الحسد وتواجد أمريكا، بالتالي هذه العمليات متوقعة وأنا أتوقع ازدياد بهذه العمليات، وأنا أؤكد لك هذا الكلام طبعا بسبب الفوضى الموجوده ووجود عناصر من داعش منفلته غير معروفه غير مرصوده الوجود بشكل كامل، اضافه الى ان الواقع هناك ما زال حتى داخل يعني شعبي، هناك من يتعاون معهم ربما بسبب الغضب من وجود من بعض ممارسات قيادات اسد في مدينه الرقه، وبسبب وعود كثيره عن وجود بعض الخدمات وتقديم بعض الخدمات والمساعدات منذ عام حتى الان لم ينفذ منها شيء. لذلك هناك خطر وهناك بركان تنام عليه مدينه الرقه والمناطق المحيطه بالمنطقه الشرقيه بالكامل. لذلك اليوم الاعداد يعني اعداد من انفجارين وليس من انفجار واحد، اذا كنت قد سمعت مثل عن انفجار واحد هناك انفجارين. احدهم كان بسياره مفخخه وهذا الانفجار ايضا كان له اعداد. الرقم الاول عندما يعني تحدث عن يعني عن 20 وعن 7 مصابين هذا رقم مبدئي وبدائي قبل انهاء العد المصابين والمفقودين، قد يترشح الرقم من مضاعف. طبعا انا يعني اتوقع مجرد توقع لاني اعرف طبيعه الانفجار في هذه المناطق، الانفجار الثاني بسياره مفخخه كان بسوء، بالتالي يكون هناك فوضى وهناك اشكاليه في وصول سياره الاسعاف حتى بالوصول لاي معلومه. لذلك تكون الارقام بعد ايام نكتشف انها اكبر بكثير مما وصل لنا، وهذا امر مخيف وهذا امر مثير للريبه، لان داعش استطاعت ان تتصرف بشكل منفلت وكعناصر منفلته، هذا الامر قد يقود الى مسارات كثير من الخوف. لذلك انا اعتقد انهم ضروري اليوم ايجاد حل نهائي في المنطقه خصوصا بشرق سوريا. طيب أهمية أستاذ يعرب ما المقصود يعني بهذا التفجير بالقرب من نقطة تفتيش تتبع لقوات سوريا الديمقراطية؟ كما أخبرتك تماما هذا التفجير هو رسالة هو ضد قوات سوريا الديمقراطية. أولا مسلحي داعش يريدون ضرب هذه القيادات بعد المعارك الأخيرة، قسم منهم بسبب الحرب التي جرت ضدهم، قسم منهم بسبب ما يسمى يعني هناك اخبار كثيره تتوارد لدينا انه يقال نصب عليهم او ما الى ذلك. بعض العائلات اخذ منهم ارقام خياليه، يعني نتحدث عن 50,000 دولار اخذ من عائله من مسلحي داعش تعرف هي وهو وعائلته، يعني هو سوف بالتالي يحمل احقاد كثيره عند خروجه ولا احد يعرف اين ذهب. هذا من جهه، من جهه اخرى حتى الاهالي في مدينه الرقه هناك امتعاض كبير من وجود قيادات فساد
هناك سوء كبير في المعاملة من قيادات قطر، هناك تم شراء قسم كبير من مسلحي داعش ووضعهم داخل قطر، وهذا أعتقد أنه قد سبب بعض الاختراق لقطر. لذلك هي رسالة إكمال ما أثناء الأهالي في مدينة دير الزور بالمقاومة ضد قطر، ومستفيدين من تواجد مسلحي داعش ربما، أو هي عمليا محاولة من بقايا مسلحي داعش إثبات وجودهم أنهم ما زالوا هناك لإعطاء بعض الثقة وإعادة نفخ الروح لبعض الخلايا الباقية لديهم. وطبعا هذه الدخاحية الأخيرة التي بقي فيها مسلح داعش ومناطق الحرة هذه 92% من مساحة ما سمي بمنطقة مسلح داعش تم تحريرها من قبل الجيش، لم تصدق أي خبر أو أي حالة تفجير ولا حتى رغم كثرة الألغام ليس هناك حالة تفجير سابقة الجيش السوري. لماذا في مناطق قصد؟ لأن مسلح داعش يجدون بيئة خاصة بين الأهالي الغاضبين على قصد، بالتالي تكون عمليات تفجير بهم أسهل. وكما قلت لك هناك أكثر من 41 47 عملية منذ 8 أشهر وعملية ناجحة، هناك 21 قيادي من مسلحي قطر تم اغتيالهم خلال 8 أشهر الماضية. لذلك هي ليست قضية منفصلة أو حادثة منفصلة، هي سلسلة من الحوادث هي مرتبطة بهذه السلسلة منذ قبل حتى إنهاء الباغوث، أي منذ قيام أهل الرقاب ومنذ انفلات بعض عناصر داعش ومحاولتهم إيجاد بعض الفوضى في المناطق. أخيرا أستاذ يعرب، حتى هذه اللحظة هل هناك أي معلومة لديكم على المستوى الإعلامي السوري جديدة بشأن الحدث؟ عن أكثر من 5 سؤال، هل هناك أي معلومات جديدة بشأن الحدث، بشأن الأشخاص الذين قتلوا أو بشأن الجروح أو نسبة الجروح ومدى خطورتها، هل هناك ما هو جديد؟ نعم، الكلام الأخير كان يتحدث عن وجود حدود 20 من القتلى وحدود 7 من المصابين، هذا الكلام أكيد ليس كلام نهائي، ولكن آخر ما سمعه منذ وقت قريب جدا يعني أقل من نصف ساعة كان هناك تأكيد لتواجد قسم كبير من بعض مسلحي داعش، خاصة مسلحي قصد في هذه في نقطة التفتيش، هناك كلام عن وجود امرأة من قيادات قصد أو قيادات المهمة كانت متواجدة في المنطقة، وليس هناك تأكيد إذا كان قد أصيبت أم لا، ولكنها كانت موجودة في المنطقة. نعم، شكرا جزيلا أستاذ يعرب خيربك الإعلامي السوري، شكرا، كنت معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي من سوريا.